تصبر على ماذا أولا؟ على العلم. طيب بالله تظن بن عثيمين رحمه الله لعب؟ تظن تظن بن عثيمين رحمه الله يعرف الكورة؟ ها؟ لا والله ما يعرف الكورة. كان الأولاد يلعب الكرة ويمر بين محمد بن صاحب العثيمين رحمه الله، هو صغير يقول محمد تعال محمد تعال يا عبان، والله اكثر راسي ابن سعدي شيخ الشيخ بن عثيمين شيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله ما يعرف اللعب، ما يعرف الا المسجد والمزرعه يعمل مع والده. صبر بن باز تظن يعرف اللعب رحمه الله؟ شيخ الاسلام يعرف الصحابه يعرفون اللعب؟ لا والله رجال صدقوا مع عهد الله عليه. تصبر اول علم فجيه طالب المسافات وصل لهم ها ياخذ الدرس قال تعبان قال نعم وصلنا الساعه 2 بالليل هذا يبغى يصبر؟ صح يصبر اول علم ثم تصبر عن العمل ثم تصبر عن الدعوة صحيح مثل ما قال الشيخ طريقة الدعوة طريق شاب قال لها أخذ قال لا أنا شاب أنا أبغى مكان مريح ما في مشكلة نعم فإذا صنعت هذا في الدنيا بإذن الله تجيب عن أسئلة القبر هذا المسألة الآخر ما الدليل على المسألة الآخر من يعرف دليل على المسائل الأربع نعم يا سورة العصر وهي والعصر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر ولله سبحانه وتعالى نقسم بمجال المخلوقات وليس لنا أن نقسم إلا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك إن الإنسان لفي خسر استثنى من الخاسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملوا وتواصوا بالحق دعوا وتواصوا بالصبر صبر ماذا قال الشارع عن هذه الآية؟ نعم. لما أنزل الله هل معنى هذا أن الشافعي رحمه الله يقول ما نريد نزول شيء من القرآن؟ لا 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 هو قال أن هذه السورة وحدها تكفي لختام الحجة على الناس أي أحد من الناس تسأل مسلم أو كافر أي واحد تسأل هل تريد أن تذبح أو خسارة؟ إيش يقول؟ يقول أنا أذبح صح حتى الكافر صح نعم سبحان الله كيف تسأل تريد ذبحة أو خسارة ايش يقول؟ نعم يا أخي يريد الربح أو خسارة كيف؟ يريد الربح لكن هو في عمله ما يريد الربح خاسر صح؟ نعم إذا قامت الحجة على الناس معنى كلام الشافعي بهذه السورة فضلا عن غيرها من السورة القرآن كل حجة نعم طيب البخاري ماذا قال؟ البخاري نعم العلم قبل القول والعمل اخواننا ما حد يتكلم من طلاب علم احنا ما احنا في حرارة او في كذا طالب علم هنا ما يتكلم الا باستئذان صح الجن الجن هم جن ما صح فلما حضروه قالوا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا لماذا يقول هذا لماذا لماذا يقول ستجدني إن شاء الله صابرا واحد ولا أعصي لك أمرا لماذا يقول له هذا يريد أن يقبل في مرافقة هذا العالم قال أنا أعرف أدب طالب العلم أنا أعرفها صابرا ولا أعصي لك أمرا هذه أدب طالب العلم صابرا قال أصبر أصبر ولا أعصي لك أمرا طبعا لا طاعة للمخلوق في معصية طاعة للمعروف باب العلم قبل القول باب العلم قبل القول والعمل قلت لك الله تعالى فعلا أولا إذا لا بد أن نعلم الناس التوحيد. تعلم الناس فتح الله عليك.
طيب هذا هو الدرس الأول. من يعيد عليه ما أخذنا في الدرس كامل من أول الدرس إلى ما توقف. سبحان الله البقية. ما هي شروط الالتحاق بالدواء؟ بسم الله نبدأ منها. شروط الالتحاق بالدواء. نعم. بسم الله. إخلاص لله عز وجل. فلواحد كن واحدا في واحد يعني طريق الحق والإيمان. فنسأل المنان أن يثيرنا من هذه الأيام واعظا أجورا. الثاني حفظ المتن. احفظ فكل حافظ إمام. بالله تنسى الطالب. تقول أعطيني شروط الصبر. قل ما أدري. أركان الصلاة. قال الله ما أدري. أنا معك توحيد. قل ثلاثة. أعرفها. قل ما أعرف. هل طالب علم؟ ها؟ طيب كيف يطلب العلم؟ يطلب العلم يحفظ المتون اللي أرسل إليها العلماء ويحفظ على مواليد. اليوم مشكلتنا في الطلاب أن الطلاب مشارك. ها؟ كل واحد يختار لك ويرجع وكذا وكذا. نعم. عدم الكتابة. خاصة أنها عدم الكتابة وإنصات للدرس وكذا. المهم. التحلي بعد طالب العلم يعني. نعم الرابع. صبر. ومذاكرة قلنا بعد الدرس. نعم. طيب فتح الله عليك. غيره. بعد هذا ماذا أخذنا؟ لماذا؟ أسئلة خمسة قبل الدراسة. من يعيد عليه؟ إخوان. أسئلة خمسة قبل الدراسة. بسم الله ما شاء الله. أهو التوحيد. الآن سوريا يا إخواني. والله تحتاج إلى ماذا؟ الناس تحتاج إلى ماذا؟ التوحيد. الناس الآن بحاجة للتوحيد يا إخواني. نعم. تقصير من الكل. إلا ما رحمه. لابد تتعلم التوحيد يا إخواني وعلم الناس التوحيد. قال الشيخ الألباني رحمه الله أرسل المهم أمسك يهودي قال أسلم ووضع على قوة السكين قال أسلم قال مهلا 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 ماذا أقول قال لا أدري أنت تريد من كافر مالا تريد منه مالا يوحد وأنت لا تعرف التوحيد تريد تصلي الصلاة الخمس مع جماعة وأنت لا تصلي مع جماعة تريد منهم كذا وكذا وانت لم تسأل لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المتن مثلا الصوت الثلاثة؟ ما هي الصوت الثلاثة باختصار؟ لا لا بعده هذا الثالث الرابع الثمرة التي نجينا من دراسة الصوت الثلاثة الخامس العمل فارس في الصوت الثلاثة أي استفتح الله عليك طيب من يذكر لي فارس نعم القسم الأول المسائل الأربع وهذا الدرس الأول أخذناه من الحين الأصول الثلاث مسائل الثلاث المسائل الثلاث غير الأصول الثلاث نعم الأصول الثلاث وأخذنا أيضا سورة لماذا ندرس التوحيد والرابع وشرح الأصول الثلاث والخامس خاتمة فتح الله فتح الله طيب الدرس الأول نعم ما هو الدرس الأول؟ الدرس الأول هو شرح مسائل الأربعة. ما هي مسائل الأربعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعلم رحمك الله أنه ما هي ما هي باختصار؟ مسائل الأربعة هي ستة العصر علم عمل ثم دعوة ودعوة صبر صبر أجل ماذا أراد بالصبر؟ الصبر على أنت نعم الصبر على العلم تصبر أولا عن علم ثم هل الناس من العلم طالب؟ ليس طالب اي نعم الان كيف تعلم القران تاخذ دراسه عند من وكم سطر صح حفظ قل نعم حفظ قل بسم الله تقرا اي نعم سال الاستاذ الطالب الطلاب عن مساله في الطهاره
حضر أوقف المدرس قال أجل سأل عن مسألة في طهارة قام الطالب قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه المياه ثلاثة طهور وطاهر نجس بماء طهور هو كذا 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 قرأ كتاب كامل وقال يا أستاذ في هذا الكلام يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت سمعت قرأ عليه كتاب الطهارة كاملا في النهاية قال يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت هذا إيش هذا إيمان احفظ كل حاول إمام شرط نعم احفظ وتعلم ويعمل إذا الصبر على العلم أولا هذا مشكلة عندنا الآن هذا نريد منكم الآن تصبر ثاني الصبر على العمل الصبر على العمل صحيح نعم الصبر على الدعوة طيب تصنع هذا بدنا نجيب عن الصبر أقسام الصبر من يعرف أقسام الصبر وانا أقسم الصبر نعم صبر على الطاعة صبر على طاعة الله حتى تؤدب وصبر عن المعاصي مو على عن معصية الله حتى تجتنب والصبر على أخبار الله القدر نازل بالكامل تصدق ولا وثوبة فتح الله طيب أخوان تراجع لنا هذا اللي أخذنا الآن تجتمعوا غيمة نميمة حديث الدنيا اترك تجتمعوا الآن تكتبوا ما أخذنا موعدنا إن شاء الله تعالى بعد وجبة الإفطار أنا ما أعرف جئتم للأكل والشرب الحمد لله الصحابة رضوان الله عليهم تنظر في حال يعني قلة تدريب خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله وزودهم النبي صلى الله عليه وسلم جراب تمر إيش أسمع جراب تمر جيش يخرج الجهاد تمر كان قائد يعطيهم في اليوم الواحد المجاهد جاهد في اليوم يأخذ تمر تمر واحد مجاهد تمر واحد قالوا ما تغني عنكم التمر تصنع التمر تصنع شيء مثل يعني تأخذ حلوة تغني عنك شيء في اليوم قال والله لم نعرف قيمة هذه التمرة إلا بعد أن فقدناها فقد ماذا فقد التمر ضاعت حتى التمر ماذا كان يضعها الواحد منهم في ذيك ويشرب عليه الماء ما يأكلها ما يستطيع أكلها ذهب يضعها في فين يشرب عليه الماء قال ما نأخذ الجهاد في سبيل الله ها لا رجاء صدقوا ما عهد الله تمر واحد خلاص اليوم تمرات الحمد لله في وين عمل ما تزرعت إلا رحم الله فأخواننا يعني لا بد أن نعرف هؤلاء الرجال تقدم ولا بد أن نعلم اليوم بحاجة الناس طلاب علم طلاب رجال لكن تعرف العمل هذا لا أيضا حتى نساء أجمع على كل مسلم ومسلمة نعم فلا بد أن نأخذ يعني هذا الدين الله سائلنا يوم القيامة ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين سائل الله يوم القيامة تقف السائل ماذا جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هل أدوا وبلغوا ونصحوا الجنة تقول نعم سألك الله عن هذا ماذا عملت هل تعلمت هل عملت هل دعوت عليهم الصلاة والسلام لا بد أن تعلم هذا السؤال جواب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع المحبوب موعدنا وما الفطور ثمانية ونصف نعم الإفطار ثمانية ونصف
الآن كم الساعة؟ طيب مقدمة؟ الساعة كم الآن؟ العصر. هم يفطروا كم عشر ساعات؟ يبدأ الإفطار كم يبدأ يفطر هذا؟ ساعة؟ ساعة إفطار؟ سيارة أفضل الجوزي رحمه الله رحمه الله عنه ما كان يجد وقت يأكل ويشرب ما يجد وقت فهدي علينا قلت كذا الطعام ما أكل حتى نزل الطعام جاء يأكل ويشرب اللي جاء يأكل ويشرب خلوا جعلها جعل يجلسها في المطعم وفي المأهل ويأكل ويشرب حد كل واحد من الحمد لله بيت آخر يشرب شيخنا عزيزنا رحمه الله تعالى يقول كان الناس في القديم يموتون من المال من جوع اليوم الناس تموت الشبع الله نعم الشبع صح نعم عندنا كان هناك مسابقة في هذا همبرجر في من أفضل من يأكل همبرجر في واحد الله أعلم أكل سبعة ما شهيد همبرجر سرعة ما جينا ناكل ما شاء الله لا ما نعرف طيب الساعة كم حتى نعرف من نغيبك أعطيني الساعة نبدأ فيها الدرس تسعة موعدنا لما نبدأ موعد جديد لا هو موعدنا بس موعدنا تسعة ونصف نرجع التاسع والنصف هنا واللي يتغير الأمر لا 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 الأمر لله من قبل من بعد يضرب زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام والمؤذن اسمع عند الكلام الإمام المؤذن في كل صلاة يحضر الناس في الصلاة ما حد غير شفت مثل ما يحضر الآن في العسكرية في الدوام هذا هذا يحضر في الصلاة في ناس ما يحضروا أبدا لأنهم قبل الإمام مؤذن في المسجد اللي تغير ياخذ الامام مؤذن العيد يخرجوه يضرب اللي تاخر عن الصلاه تاخر يعني ركعه تذهب عليه ركعه يضرب او يقف شمار لان ارضنا ما يملك الانسان في ذاك الزمن شمار انه ما يستطيع ان يمشي في الشارع بلا شمار حاصل الراس ما يستطيع تأخر واحد كامل كل ما يجري بعد هذا تأخر عن الصلاة صلاة الفجر وصل وأدرك ركعة فاتت ركعة ما رأى الإمام مؤذن طبعا في آخر الصف دخل صلى عندما سلم الإمام سلم هذا الذي بجانبي يحدث بصوت منخفض بقي عليك ركعه الله سبحانه وتعالى ارحم من هذا الله يقدرك هذا الذي طالب يقول عندي كذا عندي كذا عندي غسيل مواعين غسيل ثياب عندي كذا ما نسمع إلا نسأل الله سبحانه وتعالى وفق الجميع إخواني ما جينا نلعب ولا نأكل ولا نشرب ولا ننام ولا تقول ما أحفظ والكلام والله أنا ذهبت إلى منطقة من المناطق قلت لا بد تحفظ ما هذا والله أنا أنام عندما استيقظ هذا الطالب على رأسه قل أسمع يا أخي انتظر الآن قلت لنا قال لا أسمع هذا إيش هذا الطالب ما نام أنا والله أنام وما نام يحفظ وأبيت سهران وتبيت منعم وتريد بعد ذلك لحاقك تريد وهو ما تلحق صح هذا لا يعرف ولا النوم ولا الكسل أحلى من العسل النوم والكسل أحلى من العسل عند كسالة
وفق الله جميعا وحفظه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله. انا لست بافضلكم، اسمعوا هذا انا اقولها الان والى نهايه الدور باذن الله. انا لست بافضلكم، لكن باذن الله كما معاويه رضي الله عنه خطبت الناس وهذا في صحيح البخاري، قال: ايها الناس، ان لست بخيركم ولكنني والله خير لكم. قال: انا لست بافضلكم، لست بخيركم، لكنني والله قال خير لكم، وان شاء الله لست بخيركم لكنني والله خير لكم. كسرت كعوبها او تستقيم. طيب، اذا ما نريد يعني كلام او كذا، نريد عمل اخوان. هذا اول درس. اذا بدانا ان كانت بدايته شديده كانت نهايته حميده وسعيده. طيب، الله اكبر.